السلام عليكم. الفيديو ده هيكون مقدمة عن منظومة الكينكس، وهنتعرف فيه على المفاهيم الأساسية المهمة ليه اللي هتفيدنا دايما على مدار الكورس قبل ما ندخل على مرحلة السوفت وير. يلا بينا نشوف حلقتنا. أول حاجة عايزين نعرفها إيه هو الكينكس. الكينكس هو عبارة عن ستاندرد عالمي مختص بالتحكم الذكي للبيوت والمباني أيا كانت أنواعها. الكينكس بيكفر رينج كبير جدا من الشركات، وتقدر تبرمج كل أجهزة البراندات دي بسوفت وير موحد، برنامج الـ ETS، وده هيكون الكور بتاع الكورس بتاعنا. حتى الآن موجود حوالي 495 ممبر أو براند تحت مظلة الكينكس، وده من أسباب إنه أقوى وأشهر البروتوكولات الخاصة بالبيلدينج أوتوميشن. ومش بس كده، الكينكس عنده المقدرة على الانتجريشن مع بروتوكولات تانية زي الدالي، زي الباك نت، زي المود باس، وزي بروتوكولات تانية أخرى، وده دايما بنستغله في شغل البيلدينج مانجمنت سيستم وإزاي نعمل انتجريشن مع المنظومة دي. ودلوقتي هنتكلم عن الكينكس فانكشن، والكينكس يقدر يتحكم لي في إيه؟ يقدر يتحكم لي في اللايتنج سواء كانت اون اوف او ديمينج، يقدر يتحكم لي في البلاينز الشاتر الكيرتين، يقدر يتحكم لي في الاتش فاج سواء كان سبليت او كونسيل، يقدر يعمل لي مترنج للباور بحيث من خلاله اقدر ادير منظومه الانرجي مانجمنت، يقدر يعمل لي جزء سكيورت سيستم مراقبه السيستم سواء كان التحكم ده لوكال او ريموتلي، سواء كنا بنتحكم عن طريق السمارت سويتشز زي الباش بوتون او التاتش بوتونز، او عن طريق التاتش بانلز المختلفه او السمارت فون، او حتى الفويس كنترول. ودلوقتي هنتكلم على الكي ان اكس بينيفيتس، وده نقدر نستنتجه من كلامنا اللي قلناه قبل كده زي الراحه والفانكشن والسينز المختلفه وزي السكيورتي ومراقبه السيستم، كذلك الفلكسبيليتي للانستولر او الاونر سواء كان من التركيب او سهوله التعامل مع السيستم، وكذلك من النقط المهمه جدا المالتي فيندور المتاحين بكثره في مجال الكي ان اكس. ونيجي للجزء الاهم من ناحيه الانرجي افشنسي، الا هو الانرجي سيفنج. من الحاجات الحلوه في الكينكس ان انا اقدر اتحكم او كنترول على الشطر واللايتنج والهيتنج والاوديو الى اخره، ولكن يظل من اهم الاشياء في الكينكس سيستم الانرجي سيفنج عن طريق انك تقدر تقلل استهلاك الطاقه بتاعتك عن طريق الكينكس ديفايسز. لما عملوا دراسه لقى ان الكينكس سيستم يقدر يعمل انرجي سيفنج يوصل لحد 50% عن طريق الكينكس ديفايسز الموجوده فيه. زي ما احنا شايفين هنا دي تجربه معموله على الهيتنج كنترول بسيستم كينكس وسيستم غير كينكس، ومن التجربه لقوا ان ممكن نعمل انرجي سيفنج يوصل لحوالي 50%، واعتقد دي الباور اوف كي ان اكس. ودلوقتي هنتكلم عن التوصيل او الانستليشن بين السيستم الكي ان اكس او السيستم التقليدي العادي. في التوصيل الكونفشنال اي فانكشن انت عايز تعملها بيبقى لازم لها كيبل، ولو زودت الفانكشنز معناها انك بتزود الكيبل. كذلك انت لو حبيت تغير فانكشن موجوده في السيستم معناها انك هتلعب في السيستم نفسه او هتغير في التوصيل بتاعه. على عكس الكي ان اكس انستليشن، انت في الكي ان اكس بتحط كل الديفايسز بتاعتك على بس واحد او على كيبل واحد، واللودز بتاعتك اوريدي متوصله على الديفايسز دي، فدلوقتي الفانكشنز بتبقى معتمده على البرمجه، وكمان تقدر تغير الفانكشنز بتاعتك دي من غير ما تروح تعمل اي حاجه في السيستم او تغير اي حاجه في التوصيل، فكل الديفايس بتاعتك هنا هتبقى متوصله اوريدي على الباص، وانت تقدر تعمل كل حاجه بناء على البروجرامنج على عكس الكونفشنال انستليشن. دلوقتي هنتكلم على الكينكس كومبوننت. الكينكس كومبوننت بيتقسم لثلاثه كاتيجوري: كاتيجوري الانبوتس او السنسورز، كاتيجوري الاكتويتورز، كاتيجوري السيستم ديفايسز. سواء كانت السنسور او الانبوت دي حاجه بنتحكم منها زي الكينكس باش بوتون او التاتش بوتونز او الروم تمبرشر كنترول، او حاجه بناخد منها رياضات وبنشتغل عليها، والاكتيوترز دي الحاجات اللي بنوصل عليها اللودز اللي بنتحكم فيها زي السويتش اكتيوتر او الديمينج او الاتش فاج او الكيرتن الى اخره. كذلك السيستم ديفايسز دي حاجه رئيسيه عندي موجوده في السيستم زي الباور سبلاي اللي بيغذي لي كل الاجهزه بتاعتي في السيستم، زي اللوجيك اللي ممكن اقدر من خلاله اعمل سينز مختلفه، زي اليو اس بي انترفيس اللي ممكن عن طريقه انقل البروجرامنج بتاعي من برنامج الاي تي اس على الاجهزه بتاعتي، او اللاين كابلر اللي هنتكلم عليه كمان شويه، او الاي بي راوتر وده جهاز مهم جدا عندي في الفيجواليزيشن او عندي في البروجرامنج، او الحاجه اللي بتوصل لي السيستم بتاعي بالحاجه اللي اتحكم بيها. احب اشكركم على وقتكم، وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجايه. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.